السلام عليكم البنات، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه وبطول العمر وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا كلكم عيدتوا بخير وعلى خير، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء ونرجعوا للحياه ديالنا كيف ما كنا. اليوم البنات بغيت نشارك معكم فرحتين، جوج ديال الفرحات. الفرحه الاولى هي فرحتنا بالعيد، العيد المبارك السعيد، الله يدخلوا على الأمة الإسلامية كاملين بالصحة وبمغفرة الذنوب. والفرحة الثانية واللي هي فرحتي بوصول القناة لمئة ألف مشترك، بصراحة هذه واحد الفرحة كبيرة كبيرة بزاف بزاف، لأن هذا الصباح صبحت على فرحتين، والحمد لله هذا الشيء كامل بالفضل ديالكم من بعد الله سبحانه وتعالى. بغيت نشكر البنات كاملين اللي شاركوا في القناة ديالي، وبغيت نشكر كاع اللي دعموني واللي شجعوني واللي تفاعلوا مع القناة ديالي حتى وصلوها لهذا العدد الكبير من المشتركين. ونتمنى ان شاء الله فرحتنا تكبر وتزيد تكبر، والقناة ديالنا تزيد تكبر ان شاء الله يا ربي. ومرة تانية غادي نقول لكم عيد مبارك سعيد، ومرة تانية غنعود نشكركم، وخا نشكركم يعني قداش ما نشكركم ما غنوفي لكمش حقكم، لان كيف ما سبق لي وقلت لكم بالفضل ديالكم للقناة ديالي وصلت لهذا العدد هذا ديال المشتركين. المهم البنات اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طبيلتي ديال عيد الفطر. صراحه واحد الطبيله اللي هي بسيطه جدا، وبداكشي اللي متوفر عندي في البيت ديالي، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، بما ان البنات كيقولوا لي شاركي معنا اي حاجه درتيها، يعني ما بغيت نبخل عليكم حتى بشي حاجه، اي حاجه تقدروا تستافدوا منها اولا ولا يعني تفيدكم، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هادي طبيلتي البنات ديال العيد كيف ما كتشوفوا معايا، طبلة اللي هي يعني بسيطة، بحلويات اللي هي بسيطة، وبداكشي اللي متوفر عندي في البيت ديالي كيف ما كتشوفوا معايا البنات. هادي هي الطبلة ديالي كيف ما قلت لكم، يعني اشياء اللي هي بسيطة، وتقريبا راه كلها راه شاركتها معكم في القناة. ان شاء الله غادي نترك لكم الرابط ديال كل حاجة باش ترجعوا وتشوفوها. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا عندنا تميرات، ضروري ما نحليو بالتميرات مع الصباح، الانسان ما يبداش غير بالحلوى وداكشي. وهنايا عندي داكشي اللي متوفر في الثلاجه، زبيده، شويه الكونفيتور، شويه الزيت البلديه، شويه العسل، يعني داكشي اللي غنفطروا به في الاول. هنا ما يمكنش تبداي بالحلوى على الخوا، صعيب شويه باش نبداو على الحلوى على الريق. وهنايا عندي شويه اللوز، شويه الكاجو، يعني هكا غير مقرمشات. هنايا البنات عندي هاد الرغيفات هادو اللي سبق ليا وشاركتهم معاكم في القناه، غادي نترك لكم الرابط ديالهم، بعجينه المسمن. وهنا عندي الكعك الوجدي اللي بطبيعه الحال راه ما كيخطاش الطبله ديالنا، حنايا الناس ديال الشرق سواء في العيد او من غير العيد راه ما كيخطاناش. حتى بالنسبه للكعك الوجدي ديال البنات راه سبق ليا وشاركته معكم بلا زبده، كيجي هشيش وكيجي مقرمش. هنا عندي البنات واحد الكيكه هذه راه سبق ليا وشاركتها معكم ايضا، كيكه ديال المكسرات وديال الفواكه الجافه والمجففه. كان هنا فقط البنات اختلاف في المول، هنا استعملت المول العجيب، راه غنترك لكم الرابط ديالها حتى هي في صندوق الوصف، حضرتها على حساب وليداتي هكذا باش نتحايلوا على الوليدات ديالنا ياكلوا الفواكه المجففه والفواكه الجافه، راه مدخله فيها الزبيب، مدخله فيها شويه التمر، مدخله فيها القرقاع، ومدخله فيها ايضا الشوكولا ديال الكوكيز باش يتشجعوا وياكلوها. هنايا عندي حلوه ريشبوند محبوبه الملايين، وبطبيعه الحال راه حتى هي راه ما كتخطاش الطبله المغربيه، اي دار راه غتدخلوا لها في المغرب راه غتلقاو ريشبوند دائما حاضره نادره، دائما واجده ريشبوند في الطبله ديالنا. هاد ريشبوند ايضا البنات اللي كصاوبتها معاكم بالعصير ديال البرتقال راه كتجي زوينه وكتجي رائعه، غادي نترك لكم ايضا الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. عندي هنايا البنات الحلويات البلديه التقليديه، المعلكه والبهله والفقاس، حتى هما راه ما كيخطاوش الطبله ديالنا. المعلكه البنات هذه ديال السميد والكوك، وعندي هنايا الفقاس باللوز، وعندي البهله، البهله حتى هي راه شاركتها معكم في القناه، غادي نترك لكم ايضا الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. طريقه سهله جدا وناجحه 100%، او بالاحرى مليون في المئه.
بدون قالب ديال البهله، غير في صني عادي كما كتشوفوا معايا. الفقاس حتى هو راه مشاركه معكم في القناه. المعلكه ديال السميد والكوك ايضا حتى هي راه مشاركه معكم في القناه. ايضا غادي نترك لكم الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. اللي بغات ترجع البنات تشوف هذه الوصفات كلشي ان شاء الله راه غنتركهم لكم لتحت في صندوق الوصف. هنا عندي البنات هاد الصابلي هذا او هاد البلاطو هذا مشكل. بصراحه راه ما صوبتوش، ولكن داكشي اللي تبقى ليا من لي كوموند هو اللي شكلت به هاد البلاطو هادو. لان كيف ما كتعرفوا كانت عندي الخدمه مزيره بزاف بزاف، راه ما قدرتش يعني نوجد شي حاجه اللي هي كثيره. وجدت غير داكشي اللي اساسي واللي ياكلوه وليداتي واللي يعني ركزت عليه. وهذا الشيء يعني اللي شكلت به هكذا هذا البلاطو هذا كان فقط داكشي اللي تبقى لي من الطلبيات. زينت به هكذا واحد البلاطو صغير غير هكا باش نزينوا الطبله ديالنا وصافي. اما هذا الشيء صراحه هذا الشيء راه ما كيتكالش، قليل اللي كيهز شي وحيده. كنا كنصوبوه للناس اللي كيدخلوا وكيجيو عندنا في العيد، ولكن دابا بما ان العيد ما كاينش الزيارات، هادشي اللي حطيت وهادشي اللي متوفر دابا. الاساسيات هما هادو، هما ريش بوند، كيكه حضرتها لوليداتي باش يفطروا بها، الكعك الوجدي والفقاس والغريبات كيتكالوا حنا كناكلوهم بعدا. الا حضرتهم عارفه بلي ما غيضيعوش غيتكالوا. اما الشيء الاخر الا حضرته راه غادي غير يبقى في الثلاجه، ما كانش اللي غادي ياكلوه، غادي يبقى غير هكذاك. وهنايا عندي البريريت ديالي كيف ما كتشوفوا، ضروري البراد الصينيه مع ضروري البراد مع الكيسان في الصينيه. اكيد راه ما غنقدروش ناكلو شي حاجه بلا البراد ديال اتاي. المهم البنات، نتمنى هاد الطبيله ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير. الفيديو ديالي هنا غادي يسالي، ونعاود مره اخرى نقول لكم عيد مبارك سعيد. وكنعاود نشكركم مره اخرى على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وما تنسونيش باللايكات ديالكم، لان بكل صراحه لي لايك ديالكم هما اللي كيشجعوني وكيحفزوني انني نزيد نعطيكم اكثر واكثر. ونخليكم دابا في امان الله وحفظه. الى فيديو جاي ان شاء الله، الى اللقاء.